الدفاع البريطانية تتحدث عن أن القوات الأوكرانية استطاعت دفع القوات الروسية وتأمين محيط العاصمة كييف على بعد 35 كيلومتر وإفشال دخول الروس إلى باريشفيكا شرقي كييف. ما الذي تفعله روسيا بالقرب من كييف إذا تبين أن المرحلة المقبلة ستركز أساسا على دونباس؟ سيدي، العملية العسكرية بدأت هي هذا، ربما هذا من، يعني لا أريد القول بأنها من الأخطاء، ولا أريد القول بأنها من، يعني ربما سوء التقدير في التخطيط، وربما التخطيط الذي كان منصب على يعني تقليل قوة الخصم أو التقليل من قدرة القوات الأوكرانية على الصمود والقتال. الدخول بأربعة محاور من اتجاهات بعيدة في منطقة وفي بلد مترامي الأطراف، ربما كان هذا تشتيتا للجهد الرئيسي يعني للقوات الروسية، وبالتالي كانت هنالك صعوبة في تحقيق الأهداف العسكرية الاستراتيجية، ومن ثم يعني لم تتحقق الأهداف السياسية لغاية الآن من هذه العملية. إذا ما علمنا بأن القيادات السياسية يعني ترغب وبشكل كبير جدا في تحقيق الأهداف السياسية وبأقل مجهود عسكري، ولكن لا يبدو هذا يعني ما يجري على الأرض. ما يجري حول كييف، القوات الروسية تحاول السيطرة على ضواحي كييف الآن، وهي بعيدة، نعم كانت بعيدة 15 كيلو وبعيدة يعني 20 كيلو و 25 كيلو، ولكن يعني الصعوبات التي أوردتها في البداية والصعوبات الإدارية، يعني أنا لا أريد أن أذكرها مرة أخرى لأنها أصبحت مألوفة ومعروفة وتم مناقشتها وإشباعها بحثا سواء يعني بأكثر من لقاء. الصعوبات التي واجهت القوات الروسية من صعوبات الإمداد وصعوبات السيطرة والسيطرة على فضاء المعركة وإدارة المعركة بشكل كامل وعدم وضوح الخطط التعبوية للقوات الموجودة حول كييف، ربما ساهم في تحول هذه القوات من حالة الحركة ومن حالة الهجوم إلى حالة الدفاع. ولكن هذا ربما يشير إلى أمر آخر، إذا ما ربطنا الأحداث ببعض البعض، وإذا ما علمنا بأن هنالك ما يقدر بعشر كتائب تكتيكية أو تعبوية أو هجومية، بأنه ترى تم حشدها من جورجيا ويجري نقلها الآن إلى ساحات المعركة، ربما يشير إلى عمل قادم تنوي القوات الروسية يعني القيام به لاحقا. وهذا الانسحاب إلى الخلف والتمترس في خطوط دفاعية لا يعني بأن القوات الروسية قد تخلت عن الهجوم، ربما تكون مرحلة إعادة تنظيم وإعادة تجميع لقواتها ومن ثم الحركة إلى الأمام، وهذا ولكن لا ينفي قدرة القوات الأوكرانية على الصمود ومن ثم الحركة ودفع هذه القوات نتيجة عوامل عديدة، منها الجرأة التي تتمتع بها القوات الأوكرانية وحسن إدارة المعركة من قبل القادة الأوكرانيين واستمرار إدامة هذه القوات بالسلاح، وصلت يعني الفكرة. مما يجعلها قادرة على الصمود.